أهلا بكم. على مشارف غزة تتجلى صورة الفلوجة وهي تصد احتلالا لا يعرف أدنى معايير وقيم الإنسانية، فكذبة حقوق الإنسان تسقط أمام مطامع الرجل الأصفر وواقع غزة وشعبها الذي يكافح في سبيل حريته. هذا الواقع الجريح لا وزن له في ميزان أدعياء الحضارة مدعي الإنسانية الذين ينصرون الجلادة على الضحية، لكن غزة عصية على الانكسار، ولسان حال كل مدينة اكتوت بنار الظلم وغطرسة الاحتلال، كان إسرائيليا أو أمريكيا أو غير ذلك، تبقى هذه المدن جمرة مشتعلة وإن من تحت رماد الوجع، لتصرخ في وجه الغزاة أن أهل الحق هم المنتصرون، أصحاب الأرض هم الباقون مهما تجبر المحتل واستكبر. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من بيت القصيد تحضر فيها غزة وكل الأحرار. معنا عبر الإنترنت من كهرمان مراش في تركيا الشاعر السوري دكتور محمد زكريا الحمد. أهلا بكم معنا دكتور. كل التحية أستاذ مصطفى لك وللسادة المشاهدين جميعا، كل التحية والتقدير. دكتور محمد، الغضب يسيطر على المشهد العربي اليوم، لكن أي بقعة مكلومة يتكالب عليها كل عتاولة الظلم في العالم، كل يعني دهانقة الغطرسة والوجع والظلم، هؤلاء الناس الذين يتعرضون للظلم يحتاجون ما يتجاوز أحيانا الكلمة، ما يتجاوز أحيانا التنفيس عن الغضب فقط بمظاهرة، أليس كذلك؟ أيها التاريخ، لا تكتب تمهل، ففي أفيائنا الخزي تأصل، عدمنا كل إحساس نبيل، وكل بالخنوع لقد تسربل. سأكفر بالعروبة منذ أول، سأكفر بالعروبة منذ أول، فحال الذل فينا ما تحول. ملايين مملينة من غثاء على قيد المهانة قد تسجل. أخي العزيز الأستاذ مصطفى، في هذه الأوقات التي نرى فيها العري الذي طال، هي ورقة التوت التي سقطت عن هذه الكذبة الكبيرة التي تغلفها الإنسانية، التي صدروها إلى بلادنا ونحن نموت منذ عام 1948، بل قبل ذلك بكثير. تموت الشعوب الحرة كل يوم 1000 موت، هو الموت المتكرر المتجدد كل صباح ومساء. كل يوم يموت فينا جزء من إحساسنا، جزء من روحنا، تكلم الروح، تجرح الأرواح هنا، ومع ذلك نجد أن هذا العالم ما زال صفيقا، ما زال ينظر إلينا بهذا الدم البارد، بهذه العين الوقحة التي تناصر الجلاد على الضحية. هم يسلطون الضوء على هذا القاتل الذي تعبت يده من المدية التي يذبح بها الأطفال، التي يذبح بها الشيوخ. هم يقولون رفقا بيده التي تعبت، أسرعوا وضعوا أعناقكم تحت مديته. هذا ما نلاحظه في العالم اليوم، ولكن ما الذي نستطيع أن نفعله نحن أيها الأحرار في كل مكان؟ أيها الشرفاء، يا من ما تنكرتم لإنسانيتكم، يا من استجبتم لنداء الفطرة السليمة الصادقة، ما الذي سنفعله؟ يجب علينا أن نعمل بكل ما بأيدينا، يجب أن نستنفر كل طاقاتنا، كل روحنا، كل بدننا، كل عقلنا، بالكلمة والسعي والدأب والجهد الجهيد، يجب أن نناصر هؤلاء الذين ليس لهم إلا الله. أحسنت، أحسنت كثيرا دكتور محمد. ومن الغضب أن ينزف الشعر لهيبا، خذنا إلى أولى القصائد التي تود أن نستمع إليها منك في هذه الحلقة الخاصة من بيت القصيد. ومشاعر الغضب تملأ العالم العربي والإسلامي قاطبة على ما يعيشه أهلنا هناك في قطاع غزة، يناصرهم العراقي والسوري واللبناني والمصري واليمني والخليجي والمغاربي، يناصرهم الكل العربي، الجريح قبل من يعيش واقعا عاديا، الجريح قبل من يعيش ظروفا صعبة. الظرف الصعب، الألم هو ما يجمعنا كأمة واحدة. لماذا لا نجتمع على شيء يتجاوز الألم؟ لماذا لا نتوحد إلا بالألم؟ لماذا لا توحدنا الفرحة؟ لا توحدنا فكرة أن نكون جسما واحدا
متحدا قويا، رابط الجأش أصيل البنان والبيان والبدن. أستاذ محمد، خذنا إلى الشعر قبل أن نواصل النقاش، تفضل. والله يا أستاذي أنا أخجل من حرفي ومن كلماتي، أخجل من الروية والقافية، أخجل من هذه الحروف، حروف الأبجدية التي خطت بها حضارتنا، التي نزل بها قرآننا، التي سطرت أمجاد عروبتنا في حاضرها وتالدها. ولكن ما الذي نملكه غير هذه الكلمات؟ والله تفضل. إنني أخجل أمام ذلك الفتى يوسف الذي كان يبحث عن لقمة فذهبت أمه لكي تجد له شيئا يسكت هذا الجوع الذي عض به في روحه في بدنه، ولكنها وجدت أنها فوجئت بأن الباب الذي أغلقته قد نصف هو ويوسف. أبحث عن تلك الفتاة الصغيرة التي ما وجدت نفسها إلا بين الأنقاض وكل عائلتها قد ذهبت مع غبار هذا الركام. ما الذي نملكه؟ والله إن الكلمات خجلة في هذا الموقف، ولكن هذا جهد المقل. ألا شلت وقد مدت يداني تدنس طهرنا في المعمدان. بني صهيون قبحتم وخبتم، ومن منكم يكون على تداني؟ خسئتم إن ظننتم أن روحا لقدس الله تكسر أو تعاني. فكيلوا القبح ما شئتم، فإن بإذن الله زلزال الكيان. يا سلام يا سلام، أنت إذن تدعو الكل إلى الغضب، تدعو الشعراء إلى الغضب في هذه المرحلة. لا مجال للغزل، لا مجال لنشر الإنجازات الشخصية سواء الصادقة أو مثلا التي من خلالها يحاول أحدهم أن يلفت انتباه الآخرين إلى نفسه. هذا أوان الغضب، فاشتد أيتها الحناجر والقلوب. نحن الآن في وطيس المعركة، نحن الآن تحت الأسنة والرماح، نحن الآن تحت أزيز الرصاص، نحن الآن في غرفة الإنعاش. لا مجال لعمليات التجميل، لا مجال لاختيار الألبسة، لا مجال لأن نتجمل بالكلام والمعسول والغزل غير المقبول. نحن الآن أمام قدر، إما أن نكون أو لا نكون، إما أن نكتب التاريخ وإما أن نكون تاريخا يكتب. يا سلام، إما أن نكتب التاريخ وإما لا نجد ربما لأنفسنا صفحة، إنما هو وقت الأحرار الذين يكتبون التاريخ بأيديهم ليكتب عنهم التاريخ أنهم كانوا رجالا في لحظة كان ينبغي عليهم أن يظهروا فيها رجولتهم. إظهار الرجولة بوقت يعني أدعى أو أكثر وقت تحتاج به الأمة من أبنائها أن يظهروا فيه رجولتهم، إنما هي فرصة وحظوة لا يمتلكها إلا الصفوة من عباد الله عز وجل. أستاذ محمد تفضل. دكتور، يا غزة العز يا أمي ويا أبتي. يا سلام. يا غزة العز يا أمي ويا أبتي، قلبي اصطفاك أنا أنحاز لي فئتي، في وجهك القدس يبدو حاملا شعلا، في وجهك القدس يبدو مشعلا أملا، في وجهك القدس يبدو زارعا أملا لا يكذب الوعد. قد جددت بي ثقتي، على حدائك قد ضبطت اليوم قافيتي، صوب الكبرياء قد أرحلت قافلتي. يا زمن التيه والأحرار شاهدة، يا زمن التيه والأيام شاهدة، يا زمن التيه والأشرار سائدة، أثبتت أنك الطهر والآيات شاهدتي. لو كان يرصد في الشريان عاطفة لأثبت الكشف أني سابق لغتي. يا غزة العز في الميدان واحدة مثل النبيين والكفار في عنتي. يا غزة العز قد حوصرت مفردة مثل المهند لا ينبو بمعركتي. يا غزة العز والأعراب نائمة، بل هل أعاجم كالطاعون في رئتي. يا غزة العز والآساد موثقة، قد كمم الصوت والأقفال في شفتي.
قد كمم الصوت والأقفال في شفتي، صدقت بهذا القول دكتور محمد، قد كمم الصوت والأقفال في شفتي. يعني دكتور محمد، مثل هذا الألم الذي يدفعك للتعبير عن انتمائك إلى هذا الوجه العروبي الواحد، إنما هو يحثنا كذلك على تذكر كل المكلومين من أبناء أمتنا، كل المجروحين، وأحرى بنا في مثل هذه اللحظات أن نستذكر الشعب السوري. ومن المؤكد أن لك ما تضيفه مقارنة مع ما يحدث في غزة، فربما كان القاتل واحدا وإن اختلفت اللغات. تفضل دكتور. صحيح يا سيدي، مما يميز الشاعر والأديب، مما يميز صاحب الكلمة الصادقة، أنه لا يبتعد عن قضايا أمته. جميل. لا يكون منفصلا عن واقعه الذي يعيشه، هو من أهله ولأهله وبأهله. لذلك نحن من المحيط إلى الخليج، نحن كل الشعوب العربية والإسلامية، كلنا أملنا وألمنا واحد. القاتل منذ 100 عام واحد يقتلنا، ولكن في بقاع مختلفة. ويهمنا أن كل واحد قد انفصل عن الآخر، وأن كل قضية قد أدبرت بوجهها ولا تمت للقضية الأخرى بصلة. من يقتلنا في سوريا هو الذي يقتل إخوتنا وأهلنا في فلسطين، هو الذي يقتلهم في اليمن وفي العراق، هو الذي يقتلهم في كل مكان من أرض العرب. لذلك قلت وأنا أستذكر هذه الثورة الشريفة التي قامت ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد امتهان حقوق الإنسان، قلت في الذكرى 7 لثورة سوريا المجيدة، نعم، 7 ليوسف والثمان لثورتي، كنت أظنها تنتهي عند الثمانية. نعم. 7 ليوسف والثمان لثورتي، يعقوب أبصر والعزاء لمقلتي. 7 ليوسف والثمان لثورتي، يعقوب أبصر والعزاء لمقلتي. 7 ومبدأها حروف سعرت طوفان حق يصطلي من شعلتي. 7 وخيمتها مناف أقحلت فيها الطفولة أنسئت لرجولتي. 7 مضينا ورايتي أسطورة تهب السنا خفاقة بمعرتي. إن كان أنكر حقنا في عصبة، هذه العصبة عصبة الأمم، نعم، إن كان أنكر حقنا في عصبة فالحق يزرعه الوليد بغوطتي، الطفل والوليد بن عبد الملك. إن كان أنكر حقنا في عصبة فالحق يزرعه الوليد بغوطتي. في شامنا شهبائنا أو إدلب، في حمصنا في غابنا أو رقتي. حوراننا في ديرنا أبطالها أعزازنا أحرارهم في نجدتي. من جامع من شارع من وازع ومزارع أو راهب بكنيستي. شعبي أهلي ويحياها المعالي جمة فوارة موارة بمسيرتي. مهما تكاثف ظلمهم بطريقنا فبريقنا يهدي الصراط شهيدنا في جنتي. أنا أستعير ملامحي من يوسف رمز الشهادة كالنبي بحضرتي. أيوب لا تيأس فإني ثائر ولد المحال حرائر من أمتي. ولد المحال حرائر من أمتي، أحسنت كثيرا دكتور محمد.
ما المطلوب اليوم من أبناء الأمة العربية والإسلامية بما يتجاوز الدور الذي يقومون به من تظاهر وما إلى ذلك؟ كيف يمكن لهم أن يكونوا مثلا ضمادا لهذه القضية، لهذا الوجع الممتد في جسد غزة والضفة وكل فلسطين التي يعني بدأت من زمن منذ زمن بعيد بدأت يعني تنقلب على هذا الواقع الذي أريد لها، بدأت تنتفض بشدة تتجاوز انتفاضاتها السابقة ضد الكيان المتغطرس والمتعجرف، ضد هذا الكيان الذي يرزح على جسد الشعب وحق أمة بأكملها. ما المطلوب من هذه الأمة اليوم بشقيها العربي والمسلم من أجل مناصرة غزة فيما يتجاوز الكلام والعواطف والبكاء؟ سيدي الكريم، نحن في أمثال هذه الظروف. تفضل. نحن طبعا في حقبة تاريخية مؤلمة جدا، هي مفصل من مفاصل التاريخ، ربما بعد عشرات من السنين التي تكرس فيها هذا الظلم وهذه الحالة التي لا يمكن للإنسانية أن تقبلها. نحن يجب أن نعمل على كل الصعد ومن كل وفي كل الميادين. نعم. فمن كان يملك الكلمة فعليه أن يصدح بالكلمة. حسنت. من كان يملك الصوت فليصرخ بكل جرأة صوتا عاليا يخرق سمع هؤلاء المجرمين الظالمين. من كان يملك المال فعليه أن يرسل إلى أهلنا هناك لكي يكون ضمادا لجرحهم. من كان يملك كلمة أو رأيا في عالم السياسة فعليه أن يتوجه إلى أروقة السياسة ليكون ناصرا ومعينا لهؤلاء. حسنت. الأبطال الذين كانوا طفرة في هذا الزمن، زمن الخيانة وزمن التطبيع وزمن الاستكانة وزمن المهانة، هؤلاء جاءوا حجة، جاءوا شهودا لرب العالمين. نعم. على هذا العالم المستكين جاءوا ليقولوا: نعم. انظروا لو أنكم أردتم لفعلتم. فإننا في هذه الظروف الصعبة ورغم ضعف كل الإمكانيات ورغم بقعة جغرافية صغيرة محصورة محدودة مقفلة علينا، فإننا صنعنا معجزة كعصا موسى تشق البحر وتذهب إلى ضفة النجاة. لذلك علينا أن نعمل بكل ما ملكنا، أن نستعمل كل ما بأيدينا من أدوات، فلننظم المظاهرات والمهرجانات والندوات والدروس، وأن نرسل ما نستطيع من كلمة من مال من أي شيء نستطيعه. ومن كان يستطيع أن يقدم مالا فلا يكتفى منه بالكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جده هاشم هو في غزة مدفون بها وقد سميت به، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا وأي منكر وأي منكر هو أعظم من هذا الذي نراه. هو أم المنكرات ورأس الخبائث، أن تجد شعبا يتعرض للإبادة، أن تجد شعبا بكل هذه الإرادة ولكنه أمام أعتى دول العالم، دول كبرى. نعم. كلها تأتي لكي تعادي ولكي تظلم مدينة صغيرة لا تشكل حيا في هذه الإمبراطوريات الظالمة الخبيثة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن كان يملك يدا لا نريد لسانه فليغيره بيده، من كان يملك مالا لا نريد صوته، فإن لم يستطع. والشرط ها هنا، الشرط ها هنا ضروري جدا، هو أساس هذه المعادلة. فإن لم يستطع فبلسانه، عندها يملك كلمة الحق. فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. نعم. ولا ما كان لأضعف الإيمان في هذا الزمان. أحسن. وإنما يجب أن نكون على أعلى درجات هذا القوة. قال بعض أهل العلم: الذي يملك بيده هو السلطان. أتوجه إلى الحكومات العربية في أكثر من 20 دولة عربية. هذه الدول، انظروا ماذا يحل بإخوانكم، هم جزء من أهلكم، جزء من شعبكم. نعم. 450 مليون، لا أقول غثاء لأن الشعوب كلها تتحرك، كلها تريد، ولكنها كالمارد الجبار كلها تنتفض. نعم. الذي صفد في قفص من حديد، وكانت تلك الأنظمة على باب ذلك القفص. نعم. تنظر إلى ذلك الظلم، ولكن ذلك الأسد الواجم في أي في في
مأجمه في عرينه، لا يستطيع الحراك. إذن من يملك بيده تلك الأنظمة، تحركوا لنصرة إخوانكم، افعلوا أي شيء، امنعوا النفط، امنعوا التجارة، أوقفوا بعض اتفاقيات التطبيع والمهانة. ولا أريد أن أقول القوادة لهذا الكيان المصر، فإن لم يستطع على الأقل ندعو، على الأقل نتجمهر، على الأقل نتحرك. من يملك قرشا يستطيع إيصاله لا يحل له أن يكتفي بالكلام. هذا ما يجب علينا أن نفعله. نعم. سيدي الكريم، وإلا أين نحن؟ والدعاوى إن لم يقم عليها أدلة فأصحابها أدعياء. الدعوة تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى أن يكون الإنسان على قدر المسؤولية. أحسنت أمام كثيرا. الله أولا. نعم. ثم التاريخ ثانيا. دكتور محمد، نحن نعلم أنك من العاملين في مشروع الجمعية الدولية للشعراء العرب، ولديكم في هذه الأيام مجموعة من الفعاليات ضمن التظاهرة الشعرية الكبرى من القدس وإليها، وستقام في 4 ولايات. الأولى كانت في إسطنبول وقد تمت، وقريبا ستكون هذه الفعاليات في مدينة مرسين أو ولاية مرسين، ومن ثم إلى أورفا، وربما بعد ذلك يكون الختام في مرعش، الولاية التي تقيم فيها كهرمان مرعش، التي شهدت زلزالا مدمرا في صبيحة يوم 6 من شباط فبراير الماضي من هذا العام. سنتحدث عن هذه التفاصيل ولماذا هذه الفعاليات الشعرية والأدبية المناصرة لهذه القضية، لكن بعد أن نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا في هذه الحلقة من بيت القصيدة الشاعر السوري الدكتور محمد زكريا الحمد من جديد. وقبل متابعة نقاش، دعنا وقبل الحديث عن التظاهرة الشعرية الكبرى من القدس وإليها، والتي تأتي وفاء لغزة وكل من يكافحون في سبيل الحرية في جميع دول أوطاننا ودول العالم، قبل كل هذا نريد قصيدة جديدة، تفضل يا دكتور. هناك شاعر عراقي انتشرت له قصيدة جميلة عن المقاومة، فخمستها أسمعكم إياها. هذه يعني وليدة هذا الصباح. لا بأس بها، إذا ستكون طازجة. وجهت حقدك سافرا وقصدتني، ومددت نحوي مبضعا وقتلتني، أغرقت كل سفائني وتركتني، أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، حاولت تدفن حاضري وتضرني نحو الفناء المستديم تجرني، وقتلت في شفة السؤال يمرني، وتركتني للزاريات تزرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، يتمت أطفالي قتلت بنيتي، وسلبت أحلامي بلوت منيتي، شوهت مدائني أضعت قضيتي، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، مهما تجرب من سلوك جائري، مهما تزاول من خيانة غادري، مهما تحالف من عدو سافري، عبثا تحاول لا فناء لسائري، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. عبثا تحاول لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. سأعود أرفض للبغيض الأبعد، سأعود أفخر باتباع محمد، سأعود أنبت من زوايا المسجد، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات، سأعود
كالطوفان عزمي قوتي أتناول العادين غزة عزوتي أدعو إلهي أن يوفق دعوتي رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي. جميلة جدا دكتور محمد زكريا الحمد. ودعنا نتحدث قليلا عن تظاهر الشعرية الكبرى من القدس وإليها التي تقيمها إدارة الجمعية الدولية للشعراء العرب، حدثنا عنها قليلا تفضل. في الحقيقة أستاذنا الكريم، الجمعية الدولية للشعراء العرب دائما كانت مواكبة لهموم وآمال وآلام أمتها، وكانت دائما مع الحدث مع أهلها، لا تبتعد عنهم بل تعيش معهم وتعايشهم، وهي رائدة في الإفصاح عن آمالهم وآلامهم. لذلك بما أن القدس قضية الأمة، ليست قضية الأمة العربية والإسلامية، بل هي قضية أمة الأحرار في كل العالم. كل من ينتسب إلى الحرية فهو ينتسب إلى قضية فلسطين وإلى قضية كل مظلوم في العالم. لذلك كان مهرجان السنوي الدائم، الفعالية الدائمة للجمعية الدولية للشعراء العرب، كانت بعنوان من القدس وإليها، واكبت في هذه الأيام أحداث غزة ومثلها أحداث إدلب الجريحة أيضا. فخطط لإقامة 4 فعاليات ثقافية في 4 ولايات مركزية في تركيا. الولاية الأولى هي ولاية اسطنبول، وهي عاصمة العالم وملتقى الثقافات وممر الحضارات. الثانية هي شانلي أورفا، وهي حران أيضا، رمز من رموز الشرق، وهي محضن سيدنا إبراهيم الخليل كما يقال، كما يقول الأتراك، هي محضن سيدنا إبراهيم الذي كان أول من كسر الأصنام وقال لا للظلم، ورفض هذا الاستكانة وهذه المهانة. أيضا في كهرمان مرعش التي تعد عاصمة الشعر في تركيا، ومرسين التي هي عروس الساحل التركي. في إسطنبول الفعالية الأولى أنجزت، وكان هناك مشارك لأكثر من 13 شاعرا، وهناك صارت مشاركات من هيئات عربية. هو حدث على مستوى الوطن العربي وليس على المستوى المحلي هنا في تركيا، حيث شارك في ذلك في هذه التظاهرة من غير الشعراء. هناك فعالية أخرى مثل رائد فضاء السوري محمد، اللواء محمد فارس، الذي هو رمز من رموز الثورة والحرية، حيث أنه قال للظلم لا وترك ما يعيش فيه من مكانة وفي بلده، ثم لحق بركب الأحرار. أيضا الجالية اللبنانية، سامر صقر رئيس الجالية اللبنانية كان مشاركا في ذلك، وتكلم عن موت المدن الذي لا يكون إلا بموت الضمائر والسكوت على الجرائم. والجمعية الجزائرية الدولية ممثلة بالدكتور إدريس ربوح، الذي تكلم عن رمزية المكان الذي أقيمت فيه هذه الفعالية في إسطنبول، جامع تقسيم، الذي هو رمز للطهر في محيط من الانحراف ربما أو من غير ذلك. لذلك رمزية إقامة هذه الفعالية في تقسيم له إيحاء كبير جدا، نرجو الله أن يكون كذلك. رئيس جمعية الصداقة التونسية التركية عباس زعم أيضا تكلم عن قول نجيب محفوظ الذي قال الخوف لا يمنع من الموت ولكنه يمنع من الحياة، لذلك لا مكان للخوف. كان هناك مشاركات كثيرة من شعراء كثيرين من فلسطين ومن السودان ومن اليمن ومن سوريا. كانت تظاهرة يعني على مستوى الحدث، وإن لم تكن يعني هي كل ما نريده، ولكنها هي كل ما نستطيع عليه ربما في هذه الآونة. كيف تتخيل شكل الفعالية التي تعمل على الإعداد لها رفقة وبمعية الزملاء في الجمعية الدولية للشعراء العرب؟ الفعالية التي ستكون في كهرمان مرعش، خصوصا أن مرعش خرجت من زلزال مدمر قبل شهور، يعني هذه الفعالية وأهل مرعش وأدباؤها وشعراؤها عربا كانوا أو أتراكا
يناصرون القضية الفلسطينية شعرا اليوم، وهم للتو خرجوا من زلزال مدمر. هذا الزلزال لا يوازيه زلزال حزننا وغضبنا على غزة. والله إن ما يحدث الآن في هذه المجازر التي نسمع عنها ونشاهدها كل يوم، والله زلزلنا أكثر بكثير من ذلك الزلزال، رغم أننا فقدنا كثيرا من أهلنا وبيوتنا. نعم. وأحياء كاملة فقدناها بذكرياتها التي كنا نعيشها، وفي كل حجر وفي كل زاوية كان لنا ذكرى وكان لنا جزء من حياتنا، ومع ذلك فإن جرحنا في غزة أعمق من ذلك بكثير. لذلك تتناسى هذه المدينة الشاعرة التي أعلى تلة فيها تسمى تلة الشعراء المطلة على مرعش، هي عاصمة الشعر. تناست هذه المدينة، تناست جرحها، تناست ألمها، نسيت كسورها، جبرها، حزنها على غزة، تفاعلها معها. ونحن نعلم أن واحدا في التاريخ التركي يسمى شاعر القدس، وهو الشاعر الكبير نوري باكديل، الذي يقول: عش زمن جبل الطور لتعرف أين القدس، فأنا أحمل القدس مثل ساعة في يدي، فكل مواعيدك إذا لم تكن على القدس يضيع وقتك سدى وتتجمد وتفقد عينك البصر. تعال كن أما، لأن الأمهات تصنع من الأطفال أقداسا، وعندما يصير الرجل أبا ينبعث في قلبه قدس جديد. امشي يا صديقي وليكن في قدميك عزم مقدسي. يا سلام، ما اسم شاعر هذه القصيدة التركي؟ هذا نوري باكديل، شاعر القدس، اسمه وهو من مدينة كهرمان مرعش. هو من مدينة كهرمان مرعش، من سبعة رجال من أعظم شعراء البلاد في هذا العصر، يسمون الرجال السبعة الجميلين أو الطيبين، حتى هناك كتابات كثيرة لهم، وهناك مسلسل أنتج عنهم من خلال قناة تركيا. لذلك عملنا مع الأصدقاء الإخوة في الجمعية الدولية للشعراء العرب على إقامة فعالية في هذه المدينة الشاعرة، هذه المدينة الجريحة الكثيرة، وأبى الأصدقاء الأتراك إلا أن يشاركونا. نعم. هذا الشعور، فيشتركوا في هذه التظاهرة وهذه الفعالية خمسة أو أربعة من الشعراء الأتراك، مثل الشاعر الجميل جدا محمد مرتش وأخوه الكبير ياسين مرتش، مثل الشاعرة خديجة كوتشوك، مثل الشاعر مريم كوتشوك عفوا، مثل الشاعرة الكبيرة جدا والراقية إنجي أوكوموش، وكلهم في جعبتهم قبل هذا الحدث الكثير عن فلسطين وعن القدس. هم تكلموا عن أمهات القدس، عن أمهات فلسطين. فما بالك بهذه الأحداث؟ من المؤكد أن هذه الأحداث حركت لديهم المشاعر الجياشة تجاه قضية الأمة الواحدة، ومن المؤكد أنهم سيبدعون فيما يكتبون ويقدمون من خلال منصة الجمعية الدولية للشعراء العرب. دكتور محمد، يعني الحدث يحمل اسم من القدس وإليها الذي تقيمه هذه الجمعية، وهو يأتي في إطار الوفاء لغزة وكل من يكافحون في سبيل حريتهم. يعني الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة، وقريبا ستصدح مرعش بالشعر نصرة لغزة، وهي البعيدة عن قطاع غزة ربما مئات الكيلومترات إن لم يكن الآلاف. السؤال هنا: لا يعني هذا فعلا أننا أمة واحدة مترابطة حتى وإن كان هناك من اختار لها أن تتفكك ضمن معاهدة سايكس بيكو؟ حقيقة هذا بالضبط ما هو في الواقع. نحن على مستوى الشعور، على مستوى الهم، على مستوى الفكر أمة واحدة لا تفرق هذه الأسلاك الشائكة، مهما حاولنا أو مهما حاول الأعداء أن يوهمونا أننا تفرقنا، أننا ابتعدنا، أن همومنا ليست واحدة وأن آمالنا ليست واحدة، فإن هذه المحاولات تتكسر على صخرة الأخوة، على صخرة هذا التوحد وهذا هذه الثقافة الجمعية التي امتدت لأكثر من 1500 عام. نحن القدس قبلتنا الأولى، أول ما توجهنا للقدس فمن القدس،
وسيتوجه الآن ستتوجه كل الشعوب وكل إن الجماهير شاء الله وكل الأحرار بأنظارها ودعمها إلى القدس. بإذن فمن الله القدس بدأنا صلاة وسنعود إلى القدس بإذن صلة الله. مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن مرة أخرى إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من كهرمان مراش هنا في تركيا الشاعر الدكتور محمد زكريا الحمد. دكتور محمد، خذنا إلى الشعر من جديد وأسمعنا، ما الذي تود حركت أن في نسمعه؟ شيئا من ذكرى الزلزال، لذلك أريد أن أقرأ لك ما وصفت به الزلزال في الدقيقة الأولى. تفضل. قبل أيام كنت في لقاء مع الإخوة الأتراك، لهم جمعية ترعى الكتاب الجدد في كل العالم، في كل بلدان العالم من أصل تركي، وخرجوا دفعة من الأدباء الجدد. تفاجأت أن الشاعر التركي محمد مرطش له قصيدة بنفس العنوان، أنا عنونتها 4.17، يعني الساعة التي حدثت فيها الهزة. قال لي أنا أيضاً كتبت قصيدة بهذه الترجمة أو بهذا العنوان، 4.17 هكذا العنوان. هذه لحظة وقوع الزلزال، الساعة 4:17. نعم، في تمام الساعة 4:17 كانت تلك الهزة التي هزت قلوبنا تفضل. وغيرت حياتنا، فما بعد الزلزال ليس كما قبله سيدي الكريم. تفضل. رتل نحيبك فالرجاء يتيم، والحرف خوف والمجاز عقيم، والشعر يأبى أن يبوح بسره، فاللحن نوح والعيون وجوم، والروح تشرق باحتمال وجودها، والقلب صوح والحمام تخوم، نبضي يسابق وقعه كي يحتوي، حول الثواني رتمه مخروم، في هدأة الحلم الرخي تواثبا صنوان خوفي والردى المحتوم، وفتحت عيني حين عزت رؤيتي، أين الضياء مشاعل ونجوم، والضوء يبحث عن عيون فراشة، عيني تقاوم مخرزا وتقوم، رجلي تخون أصابعي بل تختفي، فقد النوافذ وجهها المعلوم، مادت وبادت فكرتي، وموانئي غرق الشراع وحظه التسليم، ونظرت حولي والجدار يضمني حينا ويقذف غاضبا ويسوم، والأرض ترزح تحت ثقل مخاوفني، والأرض ترزح تحت ثقل مخاوفي، ويهزني دورانها المشؤوم، ها قد ثوب العقل وارتاع النؤها، وأضعت بوصلتي وضل حليم، قد كنت أنتظر الصباح مؤملا هدفي هباء والدروب رجوم، في مطلع الفجر الندي توترت أنفاس كوني والكيان سقيم، آنست نارا في معاقل ظلمة لون الرياح الباهت المسموم، جميل. يا ليلة الزلزال صبحك أغبر، ضج اختناق الصوت تاه نسيم، وتهز قلبي بل كياني كله، يفتر ثغر الرعب
وهو كظيم وبكاء أطفال ورعب بنيتي وأزيز صدري والشعور أليم قربي، ويبكي صارخا ويريدني قيد حشاشة والعاجز المهزوم. أرأيت حين تمور فيك جبالها ويخر صرح والبناء يعوم؟ أرأيت حين تصيح كل مسامة ويضيع صوتك والصدى مكتوم؟ يا الله. أرأيت حين يخور عزمك جاثيا، أرأيت حين يخور عزمك جاثيا والجار مات بناؤه مهدوم؟ أسمعت صرخة جارة وعويلها وأمامها الطفل، الطفل ناله التهشيم؟ أسمعت صوت السقف يسقط مسرعا يهوي عليك جداره المردوم؟ لو كنت تدري ما شعوري حينها والبرد يقرض أضلعي ويدوم. عجز وفقد واحتضار أحبة رباه قلبي مثقل مهموم. وخرجت بعد دقيقة لكنها عمر طويل ساكل مكلوم. ونظرت حولي والنجاة تهدني، ونظرت حولي والنجاة تهدني، موت تأبى والفناء قسيم. ما كنت أدري أن تلك رواية ثكلى يساوم حزنها التعتيم. ماذا أقول وخلف كل حكاية حجرا ورعبا والركام أديم؟ هذا الركام، هذا الركام القلب بعض غباره، عيني ثراه والجفون رسوم. حياك الله يا دكتور، شكرا لك على هذه القصيدة المعجونة بماء الوجع على ما حصل ليلة 6 من شباط فبراير الماضي في كرمان مرعش وأكثر من ولاية تركية، وذاته يعني الألم الذي يذكرنا بواقع أهلنا وإخوتنا وشعبنا العربي العنيد الصنديد الذي لا يخشى رعديد الاحتلال، لا يخشى وعيد الاحتلال، وما زال واقفا على الجبل لا يطلب غير ذات الشوكة. عسى أن يعني يغنمه الله نصرا عزيزا عاجلا غير آجل. دكتور محمد، في ظل هذه الأوقات يعني من يكونون تحت يعني أزيز الطائرات ودوي الرصاص والمدافع وصوت القنابل العالية يحبون أن يكون هناك من يناصرهم، من يؤازرهم، من يعاضدهم، من يعضد صمودهم، من يعينهم، ومن هؤلاء الشعراء. كلمة من خلالها ننبه من كان له قلب من هؤلاء أن يؤازر أهله وأهلنا هناك، وأن يختار لنفسه موطئ قدم في طريق العزة وسهم خير في طريق نصرة الشعوب والمظلومين. في الحقيقة أستاذي، ولا زمن السكوت، زمن الصمت انتهى، والآن قطار الكرامة، قطار الكرامة انطلق، ومحطته الأولى هي غزة، غزة الجريحة، غزة البطلة، غزة التي لا تستكين، وأهلنا الأبطال هناك. فمن أراد أن يجد لنفسه مكانا بين أهل الكرامة، بين أهل الحرية، بين الشرفاء، فليركب هذا القطار. نعم. إذا لم تكن معهم فلن تجد لنفسك مكانا آخر. أحسن. هذا القطار سيمشي بك أو بدونك، ولكن فليكن لك أمام الله والتاريخ مكان بين هؤلاء، لئلا يكون حجة عليك يوما ما. هذا الزمن الذي يجب على كل شريف يملك بيانا، يملك بنانا، يملك جنانا، عليه أن يصدح بمناصرة هؤلاء، أن تنطلق الأفواه والألسنة بالدعم، بالشعر، بالنثر، بالدعاء، بالمناصرة، بالتحشيد لأهل الحق، بالتحشيد لنصرة المظلوم، بالتحشيد لمسح دمع اليتامى، لإسكان آهات الثكالى، لكي نكون مع أهل الحق والحقيقة، لكي نكون مع أهل العزة والكرامة
في غزة العزة غزة هاشم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد زكريا الحمد الشاعر السوري الجميل، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة عن غزة التي لن تنكسر لأنها تكسر الاحتلال، لأنها ضد الظلم، لأنها تعترض على كل الظالمين، ولا يمكن لشعبها أن يذل إلا لله. إنما هي ركعة واحدة بعدها تنفتح أبواب الجنة، وربما كان بعدها النصر المنتظر. فأهل غزة يرقبون إحدى الحسنيين، وعلى ذلك بايعوا الله عز وجل حينما خذلوا من قريب ومن بعيد. نحن لا ننكر وجود الأحرار في عالمنا الممتد الأطراف، لكن أهل غزة وكل من يكافحون في سبيل الحرية يستحقون ما يتجاوز الكلام، ما يتجاوز الهتاف. نحن نثمن كل هذه الحركات، لكن غزة وكل مظلوم ينتظر إلى جانب يده يد أخيه حتى تربط على جرحه وتضمد وجعه، ويذهبا معا في طريق الحرية المنشود. غزة ستنتصر، فلسطين كلها ستنتصر بأبنائها وبالشعب العربي المسلم الملتف حولها المؤمن بعدالة قضيتها والواثق من وعد الله بالنصر والتمكين. إلى اللقاء.